على تراب هذا الوطن عبرت خطى مبدعين أضاءوا صفحات لتاريخه وألفوا صفحات لإثراء ثقافته ووعيه، ومنهم من انشغل برصد تراثه وماضيه ليكون طريقاً تسير عليه أجيال تعي أبعاد هويتها وانتمائها. ومن هؤلاء كان المغفور له بإذن الله السيد الدكتور عبد الله بن حسين السادة. كانت ولادته في الرويس شمالي قطر سنة 1948، درس وترعرع في أجواء صافية ولحمة تجمع أسرته وعائلته بالإرث المتنامي عبر السنين لتاريخ أمته التي شغف بحبها وتشوق دائماً لتراثها وتاريخها، فأمعن النظر فيه وتتبع أحداثه وأيامه حتى ألم به، وصار يحقق ويؤلف في كتبه ومراجعه حتى بلغ أن كان الأمين العام المساعد لاتحاد المؤرخين العرب. إذا مالك بهالدنيا صلاح وفاتك ابن حسين، ترى لو تملك الدنيا حياتك مالها خانة. رحمة الله عليك يا أبو حسين، عرفت عبد الله بن حسين وأنا شاب في 18 من عمري، وصادقته من هذيك الفترة، وكان لي أخ كبير، كان لي أب، كان لي كل شيء، حقيقة أثر كثير في بناء شخصيتي. صادقت عبد الله بن حسين في المجلس، وكنت يوميا من رواد المجلس عنده، وكنت كذلك معاه في السفر، كثير من الأحيان كنت أسافر معاه. ألاحظ في السفر على أبو حسين الله يغفر له أنه دائما القراءة، يعني الكتاب ملازم له، لا ينام حتى يقرأ كتاب. بدأ في الفترة الأخيرة يهتم بالتحقيق الكتب، وصار له من الإصدارات تقريباً 10 كتب من التحقيق والتأليف، خصوصاً في التاريخ وفي علم الأنساب. ومن بين الأمور المهمة التي عرف بها هو تركيزه على علم الأنساب وبحثه المجد فيه. من أهم الأعمال التي قام بها إعداد شجرة العائلة للقبيلة، وقد تشرفت في مساهمة والعمل معه، وقد لاحظت عليه تحري الدقة وسعة الإطلاع وحرصه الدائم على جمع أكبر عدد من الوثائق الخاصة بالعائلة، وقد كان رحمه الله مرجعاً في الأنساب الهاشمية، وهو أحد كبار النسابين في أنساب السادة والأشراف. كان مفوه وأديب وحافظ للقرآن والأحاديث، وكان عنده نوع من الكوميديا، فكان ما يفوت عليه أي مناسبة إلا ويعمل فيها، إذا ما عمل له قصيدة بيعمل فيها أبيات شعرية، وهو له أيادي خيرية في كل المناسبات وفي كل المناطق، حتى خارج الدولة له مشاريع يعني خيرية، وما زالت يعني المشاريع والبيوت مفتوحة على حس المرحوم عبد الله بن حسين السادة. كما وله مؤلفات عديدة في مواضيع أثراها بقلمه، ككتاب المختصر الدقيق في فن التحقيق، والذي تناول من خلاله ما يطلع عليه المحقق من دور مهم، حيث يشكل تلك الصلة بين النص العربي القديم والقارئ المعاصر. ومن أقرب المقربين له كان السيد إبراهيم السادة، وقد ألف بعد رحيله كتاب يا نديمي، الذي وثق فيه لأحداث ومواقف جرت بينهما، ويمثل الكتاب لمسة وفاء وذكرى امتدت ل30 سنة. أذكر يوم من الأيام وأنا مسافر أرسلت له بهذا البيت: بحسبي أن جادت بمثلك حرة إذا ما تنادى كل حزب بمفخري. وقلت له: من قال هذا البيت؟ فبحث، وهو شغوف بالشعر العربي، وبحث يومين ثم اتصل فيني قال: لعلك أنت القائل. قلت: نعم، وأنت تستاهل هذا البيت. فقال: هذا بيت بقصيدة. فعبد الله على قدر مربحنا أو على قدر مكسبنا كعائلة وكمجتمع وكمعارف لعبد الله يعرفونه، على قدر كانت خسارتنا بفقده.
وقد لعب أيضاً دوراً مهماً في التحقيق في كتب التاريخ والسيرة مثل كتاب عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب، وكتاب من مناقب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وكتاب المنتقى من رحلة ابن بطوطة، وأيضاً كتاب المشجر الكشاف لتحقيق أصول السادة الأشراف. هبت من التاريخ نود ذعاذيع، واستشرفت شم الخشوم الرفاعي، واستبشرت خضر الرياض المرابيع، وتزخرفت مثل الجنان الوساعي. هذه للشاعر الأديب عبد الله بن حسين السادة رحمة الله عليه. كان يقول الشعر الفصيح ويقول الشعر العامي، يقول الاثنين. لأني أنا متوجه إلى الفصيح، كان يقيم يعدل ما أقوله من الشعر، وهو الذي علمني بحور الشعر أيضا. كما أن السيد الدكتور عبد الله حسين السادة كان شاعرا ذو قلم رشيق، وقد كان يقرض الشعر باللغة الفصحى وباللغة العامية، وقد تحولت أبيات له إلى شيلات يقوم أهل قطر في كل عام في احتفالياتهم بترديدها، فكانت عاطفة تجاه الوطن خالدة عبر السنين. كانت عنده حمية يعني، لدرجة أنه يعني أحياناً لما يكون برا ويشوف علم قطر يعني كان يبكي من شدة حبه ولهفته للعودة إلى قطر.